صوت الشعب من صوت الشعب. انتو ضيوفو مع لوركا سبيتي. امتدت اليد لتصافح الهواء، أدار لها ظهره ومشى، رفعت قامتها مودعة لم يكترث، رمقته بأصابع مرهقة وشرايين عتيقة، فسال منه فراغ لا زال يتسع. انتظرت هواءات غيره، أحدا لم يأتي، نسيما لم يشع، هي تود الانتظار فقط. يقلقها أن في بالها طعم النعاس ولا تجد من يهدهد له، وأن لقلقها خدر يشبه لهاث القدمين عند الوصول وحيرة الغيم وصبر الأشجار. انتظرت اليد اكتمال الرسم دهورا، فلم يكن إلا يده. تاريخ الفن يؤكد لنا أن اللوحة تتجاوز التعبير عن تجارب الفنان لتضم أيضا تطلعاته وأمانيه، وتكشف عن حاجاته وتعوض عن ضعفه الإنساني أمام ما يتحداه. وضيفي الرسام كميل حوا ولد فنه في رحم الحرب الأهلية، ومن أبسط الرسوم بقلم الرصاص إلى أكبر لوحاته الزيتية يقوم الخطاب عنده على أساس واحد، ردم الهوة ما بين الواقع والحلم. فالناس والأشياء كما تبدو في اللوحات هي غير مخيبة للأمال على عكس الواقع، فهي ذات قيم إنسانية وجمالية تؤكد أن الهوة التي تفصلنا عما يتحدانا هي أصغر مما نتوهم. كميل حوا مصمم ورسام وكاتب ومؤسس شركة المحترف للتصميم الجرافيكي في جدة. تعرض أعماله في مختلف بلدان الشرق الأوسط والوطن العربي. اشتهر في مختلف أنحاء العالم لاستعماله المبتكر للخط العربي، كما حصل على العديد من الجوائز لأعماله. هو ضيفي في برنامج صوت الشعب من صوت الشعب. أستقبلك هنا العزيز الرسام كميل حوا، كإنسان من هذا الكوكب وكمواطن من لبنان وكفنان وصل اسمه إلى جميع أنحاء العالم ونفتخر به لبنانيا وعربيا، فأهلا وسهلا بك في بيتك صوت الشعب. تسلم يا دي كتير شوي. أهلا فيك. كميل حوا، قبل ما بلش بأي شيء نحكي عن حياتك، عن حاضرك، عن المستقبل الآتي وما تتوقعه، أود أن أتركك تعرف عن نفسك كما ترى نفسك، وتعرف المستمعين الذين يعرفوك والذين لا يعرفوك عنك، من أنت؟ يعني أنا سوف فقط أكمل ما التعريف الذي بدأتيه. نعم تفضل. أنا من عائلة لبنانية فلسطينية، ترعرعت في طفولتي في طرابلس، ثم انتقلنا إلى رأس بيروت بقرب المؤسسات التعليمية اللي أكملنا فيها علمنا. أنا وأخوتي اللي كلهم أكبر مني في الجامعة الأمريكية في بيروت. نعم. والحقيقة منذ ذلك الوقت أصبحت بيروت هي موطني، ويعني المدينة التي أحب وأقارن بها مدن العالم. منذ سنوات المدرسة الثانوية يعني كان عندي دائما اهتمام يجمع الثقافة بالحلم السياسي. نعم. يعني بقول الحلم السياسي لأن كنت دائما أبتعد عن السياسة حين تفقد الحلم، وأقترب منها حين يكون الحلم أقوى. فالحلم هو في يعني بلادنا تكون متقدمة، والإنسان عربي عصري متحرر حر مثقف مبدع إنساني محب
الإنسان الآخر والطبيعة وإلى آخره. نعم نعم. فأغلب الحركات السياسية التي كنت بقربها هي يعني بشكل مبسط عربية الاتجاه، يسارية الهوى. يعني لم ألتزم بحزب سياسي بالمعنى الكامل إلا بشكل كتير بسيط ولفترات جدا قصيرة. نعم. ولكن بشكل عام كان عملي ضمن التيار التقدمي في لبنان. نعم. العربي التقدمي اليساري في لبنان. نعم. لما انتقلت للجامعة توسع هذا الدور وكنت أكثر استقلالية كمان دون أن أبتعد عن الحلفاء الطبيعيين. يعني وكان له دور يعني شوي بارز خلال أيامات الجامعة مع جامعيين آخرين. الحقيقة يمكن كانت لأول مرة وبسبب مبادرة نوعا ما مني التقت الجماعات اللبنانية في إضراب واحد بعد ما قصفت إسرائيل مطار بيروت. نعم. لأول مرة كان لي دور في ذلك. انضمت الجامعة اليسوعية إلى الجامعات الأخرى في موقف واحد لبناني وطني عربي ضد هذا العدوان الإسرائيلي. نعم. ذروة النشاط الطلابي كانت في عقدت جريدة أوريون لجور والنهار ندوة سمتها وجه لوجه فاس فاس بين مجموعة من زعماء الطلاب اليساريين ومجموعة من الجهة الأخرى. من الطلاب اليساريين كان في سمير فرنجي ومين معلوف والله يرحمه كريم مجدلاني. وأنا من الجهة الأخرى كان في بشير زميل. نعم. كريم باكردوني. نعم. بعد في اثنين الحقيقة هلأ بتذكرون. كانت هالندوة إلى صدى مهم. وجها لوجه. وجها لوجه. عن ماذا تكلمتم؟ عن القضية. عن العمل الطلابي وقصة مقابل فلسطينية يعني وكل هذه القضايا. الحقيقة نحن بهذا العصر أستاذ كميل حوا نفتقر إلى هذه المواجهة، إلى هذه الطاولة الحوار بالجامعات. يعني ترى الجامعات هي مختصر لما يحدث في المجتمع. يعني المجتمع المذهبي الطائفي الطبقي كل شيء عم بيصير فيه الجامعة هي مصغر عنه. أنا بقول إنه هل انتفاضة الطلابية اللي صارت الحقيقة إذا صح التعبير كانت بفترة كان فيها مظاهرات طلابية بأوروبا. نعم. اللي هي 68 68 إلى آخره. نعم. وأنا بظن إنه كان في شيء من بذور الربيع العربي في مناخ هذه العمل الطلابي. نعم. لأن في عدد كانت نسبة عالية من المستقلين يلي عم بيثوروا فقط لأنه غير يعني مش طايقين الوضع. نعم. بالإضافة للأهداف السياسية. ايه؟ كان في محاولة لزحزحة يعني وضع اجتماعي وسياسي متلبد يعني. كان وقتها شو الشعارات اللي رفعتوها كميل حوا؟ شو كان بتكون تغيره؟ اسقاط النظام اسقاط النظام. يعني ما زالت الشعارات هي ذاتها من وقتها لهلأ؟ ايه هلأ ولا تغير الموضوع؟ تغير الوضع شوي، خاصة صار في تحول أنا بعتقد إلى أسوأ ولا إلى أفضل؟ تغير؟ لا تغير بشكل صار أصبح مختلف يعني. نعم. أنا بس هذا أنه بيدخلنا بنقاش سياسي طويل. نعم. ما بعرف يعني. ايه بس كميل حوا خلينا قبل، أنت انتقلت إلى الجامعة وفي مرحلة من حياتك لازم نحن كمان نضوي عنها، هي طفولة. طفولتك قضيتها شوي بطرابلس بعدين نزلت على بيروت صح؟ وأنت فلسطيني أخذت جنسية لبنانية فصرت مواطن لبناني. طبيعة الحال هذه يعني القضية الفلسطينية اللي حملتها بدمك أول شيء وبذاكرتك الموروثة
عن أهلك، قديش كانت يعني لها أثر بسلوك درب ما بحياتك؟ أكيد كان لها دور رئيسي. نعم. ولكن دور أنا بظن أنه الأهم فيه هو الأعمق وليس السطحي. لها دور رئيسي في وجداني وفي أحلامي يعني، وليس في ذكرتك، ليس في قرار السياسي المباشر. نعم. يعني كمان إلى دور، ولكن الأهم هو في تكوين الإنساني والشخص يعني الشخصية أو ال. نعم. فلسبب ما مثلا بعض الفنانين أصحابي كان يشوف في لوحة في البورتري إحساس الانتظار. نعم. واعتبروا أنه ربما هذا يعكس شيء يتعلق بهذا الموضوع. نعم. ولكن لم أقارب قضية فلسطين أنا شخصيا مقاربة مباشرة كثيرا إلا ضمن العمل الوطني والتقدمي العام. وأنا لازلت رأيي أنه بنهاية تحرير فلسطين هي فقط تساوي شيء واحد، ولادة إنسان عربي متحرر تقدمي يؤمن بالمساواة، قادر أن يتعامل مع العصر الحديث. وبغياب هذا الشخص كل هذه المساعي ليس لها قيمة. وأنا لا أؤمن يعني لم أقتنع كثيرا بأي شيء خارج مسعى بناء مجتمع عربي حر ومعاصر. يعني ما يجري الآن في غزة وجواره لا يعنيك، وما يعني مش بس لا يعنيك، مش موافق عليه حتى. طبعا يعني إذا طموحك رجل إنسان عربي حر. إيه طبعا. أنا رأيي كل هذه الحركات وهذه الأنظمة لن تحرر فلسطين. ما الذي سيحررها؟ لا، وأقول أكثر، إذا كانت فلسطين ستحرر عن طريق أنظمة مستبدة ومنظمات متخلفة فأنا لا أريده. طيب، ولدت كميل حوا بحيفا وبس أنت مواطن لبناني، شو بتحمل الذكريات عن هذا عن هذه يعني شو أهلك شو بيخبروك عن حيفا، وهل عندك رغبة بأنك تشوفها تعني لك، بتحس مدينتك؟ طبعاً. لا شك، اولا كل ذكريات هي اصلا حيفا مدينه جميله. نعم. وكان في اصل اقدم للعائله من عكا، وفي حتى يعني روايه عن اصول اخرى للعائله من خارج فلسطين من شمال لبنان او من حوران. يعني في جذور قديمه توزعوا الاجداد يعني. فلذلك يعني كان سهل انه نحن ناخذ الجنسيه يعني. بس الاهم من هذا كله انه هي متشابهة لصيدا وطرابلس وبيروت، الساحل اللبناني. يعني الساحل اللبناني. نعم. طيب، نرى في لوحاتك هذه المزهرية النحاسية التي حملها أهلك معهم من فلسطين، كيف قدفت تحتل هذه الذكرى؟ يعني هي حقيقية ولا أنت اخترعتها؟ هذه الفازة حقيقية حملها أهلك؟ هي حقيقية بس موجودة بالبيت يعني. ايه طبعا. نعم. يعني انا ما رسمتها لان اهلي حبلوها. رسمتها لانه حبيتها يعني، وبس باللاوعي بظن انه تعني لي شيء، مش بشكل مباشر يعني. نعم. اصلا انا ما برسم شيء لاسباب مباشرة، اكيد دائما ارسم مما ارى. نعم. يعني بمشاعر تتحرك امام المشهد. فإنه قد ما صرت لبناني وعربي فبتطلع هذه الفلسطينية تبعيتك بلوحاتك بفنك بخطك، يعني آخر شيء هي جزء من الجبلة تبعيت إنسانيتك. قلت أنك تعلمت بالجامعة الأمريكية، فكما من المعروف بوقتها وهلأ أن اللي بيتعلم بالجامعة الأمريكية بيكون ينتمي إلى عائلة موفورة الحال نسبياً. أهلك بيك شو كان يشتغل؟ كان موظف بشركة نفط العراق بطرابلس. نعم. لا يعني نحن
عائلة متوسطة، الوالد موظف فقط، يعني ليس عنده دخل أكثر من كان دخله الوظيفي، ونحن كنا خمس شباب وخمسة تعلموا بالجامعة الأمريكية. كيف؟ يعني قدروا؟ كانوا أهلي مدبرين جيدين، والحقيقة إذا بدي أقول كلمة رغم أنه رغم ذلك يعني أنا ما كنت أشعر بطفولتي بأي نقص في البيت بتاتا، وكان يعني مكتفين. نجحوا بأنه يعني يخلقوا بيت مرتاح مكتفي، والأولاد يدالوا أفضل تعليم. طبعا أخوتي بشكل خاص كانوا يعني شوي متفوقين في دراستهم، فقدروا ياخذوا منح دراسية خففت عن الوالد أعباء التكاليف وهكذا. مفرح هذا الخبر بالنسبة للأهل أكيد أن الأولاد شاطرين. لكن أنت وصغير كنت ترسم؟ بين موهبة ما بالرسم تماماً؟ يعني الرسم دائما بالنسبة لي مرتبط بالتفكير والتأثر، يعني ما أرسم لأنه بدي يكون رسام. هو نوع من الانفعال بما هو حولي. إذا جاز التعبير. يعني هذا يعني أنه عندك حساسية تختلف عن حساسية الآخرين اللي حواليك، اللي بتخليك تشوف الأشياء بطريقة تانية وبتخلي هالأشياء ترسمك. يعني أهلك خبروك أنه أنت وصغير كنت هيك، كان عندك تتميز بشيء مثلا عن إخواتك؟ لا، الوالدة كانت ترسم بالبيت لحالة. بس بأسلوب بسيط. هيدا. في شيء من الوراثة. أنا بعتقد الوالد والوالدة عندهم شيء فني. الوالد يمكن بطريقة تنسيق البستان، يمكن باختياراته للفرش، ممكن لأي شيء. يعني مش والوالدة كانت ترسم بشكل بسيط عن مشاهد كلاسيكية، تعيد رسمة أو ترسم من عندها شيء بسيط. جميل. أنا كنت سعيدها بالرسم أحيانا، ولكنها لم تستثمر هذه الرسومات. لا بالبيت يعني ده بقيت. وهل ما زالت هذه الرسمات لحد هلأ لوحات تبع أمك؟ شو بتلاقيها هلأ كونك صرت رسام وعندك هذه الخبرة؟ إذا نظرت إلى الوراء قيمة؟ متمكنة باللون، يعني متمكنة بالرسم كمان كموهبة يعني الحقيقة، بس ما كتير. يعني هي كانت طبعا أم لخمس شباب، ما في بنات لا، فما كان عندها وقت يعني، فكانت ترسم بشكل بسيط محدود يعني. نعم. على كل حال غادرت كميل حواء لبنان ب82، وكان في حرب وكان الوضع مش أبدا مزبوط، وفليت وهربت يمكن على السعودية. هنيك أسست المحترف السعودي. السعودي. خبرنا عن هذا المحترف، ماذا يفعل، شو عمل، شو غير، وكيف له علاقته بلبنان، شو علاقته بلبنان؟ الحقيقة الذهاب للسعودية كان إلى حد ما صدفة. يعني عندي كان مجموعة أصدقاء فألحوا علي أنه روح بلش عمل ما، رحت واخترت أنه بلش عمل إنشاء دار تصميم، وحتى دار تصميم نوعا ما بري بريس اللي بسموه فرز ألوان، ويعني تهيئة للطباع. طبعا ما كان عندي أي تجربة في إدارة مؤسسة قبل ذلك، يعني رحت ما بحياتي كاتب فاتورة مثلا أو مسعر أي شيء. فلذلك يعني شوي كانت بداية مرتبكة من ناحية المالية يعني. بعد تجارب شوي صعبة استقر الوضع، ويعني بلش ينمو هذا المحترف كدار للتصميم، عم تطلع بأفكار جديدة وتدخل إلى بعض المجالات أحياناً غير مسبوقة. كان أن يكون للتصميم فكرة، لدخول الخط العربي، للحرف العربي، ليكون داخل هذه البوتقة في رسامين وخططين وكتاب وإلى آخره. يعني لم تنشأ المحترف فقط كمجرد شركة
تصميم جرافيكي بسيطة، بتاخد بروشور من شركة وبتنفذها وتربح شوية فلوس وتطبعها وهكذا. من الأساس كان في أكثر من ذلك. فحتى هناك مثلا اهتمينا نعمل تقويم لو حاجة ضري بآيات قرآنية معمولة بشكل حر وجديد، واستقبلت استقبال ممتاز رغم الجو المحافظ اللي كان ممكن يعني يكون له مآخذ عليها. بس كان شغلنا صادق وعفوي وتلقائي ومحب لدرجة أنه استقبلت بشكل واسع. وربما من هذه التقويم الجدارية عملنا مثلا 100 تقويم خلال 30 سنة. أنا أدعي أنه لا يقل عن ربما 1,000,000 لوحة من هذه التقويم اللي كانت لما تنتهي تقطع وتبروز وتعلق على الجدران، موجودة في المكاتب والبيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد وال... نعم. هذه الجداريات عبارة عن لوحات بقلبها أحرف، لوحات رسم مرسومة، تقاويم جدارية فيها لوحات، فكانت لما تخلص السنة تقطع وتبروز. نعم. حتى مكان برويز يقول أنه عمله يتحسن كثيرا لما تصدر تقاويم المحترف. نعم. لأن تأتي الناس إليه تبروز هذه الأعمال. نعم. ده بتشتغل على الكمبيوتر ولا؟ لا لا لا. في رسم يد. رسم يد، وكان أنا ومعي آخرين يعني. نعم. طيب الجرافيك ديزاين، يعني أنت كميل حوا من المتطورين هذا في هذا العلم، بشكله بدخل الحرف العربي عليه وكمان لعب بالحرف العربي، فخبرنا عن هذا الفن. يعني هو هل يعتمد فقط على الشكل ولا أنتوا لكم علاقة بيه كمان؟ تدخلوا بالفكرة؟ لا، ما في شك أنه أولا أنه كحقل أساسا، حقل حديث في الحياة العربية خاصة. نعم. لدرجة أنه يمكن الجامعة الأمريكية ما كان عند ولا جامعة في لبنان كانت تخرج متخصصين فيه قبل 15 سنة مثلا. نعم. 15 سنة فقط. هلأ في لبنان كان في ناس، كان في رواد لهذا الفن بأشكال مختلفة، يعني بتصميم الصحف، بتصميم أغلفة الكتب. يعني طبعا هو الجرافيك ديزاين 90% من عمله يذهب إلى المطبعة، يعني هو يصمم، الجرافيك ديزاينر يصمم الجريدة أو الكتاب أو الملصق أو المنشور أو إلى آخره. فبشكل عام وظيفة الجرافيك ديزاينر هو إعداد أشياء سوف تذهب بشكل أساسي للمطبع. اليوم تروح لمحلات أخرى يعني أحيانا، بس أنه يبقى هو بالأساس فن أو حرفة مرتبطة بالطباعة. طيب شو عملت بالحرف العربي بالضبط؟ طورت الحرف العربي، تخطيطه بطريقة معينة. هلأ نحن المستمعين ما حيشوفوا بالضبط شو، فأنت حتحاول قد ما فيك تحكي صورة. يعني الحرف العربي، النون، الألف، الباء، بيروت، أي شيء عملته؟ لا، هو أولا بدلش تجاربنا بهذا الموضوع من أنه نحاول أن نخط بأشكال حرة عفوية ولكن بإحساس جيد، بشكل تأتي الخطوط عصرية ولكن صادقة للحس التراثي بالخط العربي. من أهم الأشياء هو كانت محاولة أنه نكتشف، نعيد اكتشاف علاقة الحرف باليد التي تخطه. يعني هلأ الحروف الطباعية السابقة كانت في معظمها مجرد إعادة رسم للحرف كما يرسمه الخطاط بالحروف التقليدية، خاصة حرف النسخ. نحن شوي تجاوزنا هذا، فإنه بدأنا نطور حروف مرسومة بحد ذاتها وليس حروف كتبها خطاط ومرسومة من بعد على أساس. والمحترف طور حوالي 40 حرف، يعني تتراوح في استخداماتها من أن تكون حروف للقراءة العادية في الكتب إلى حروف ذات نسق فني وجمالي و تستعمل في اللوحات وأشياء أخرى. نعم. هلأ بتجربتي ببيروت قبل الذهاب للمملكة، كان الخطاطين عندهم نوعين من الحروف. نعم. كان عندهم الحرف
الكلاسيكي التقليدي اللي هي تقريبا 6 حروف المعروفة، نسخ والرقعة والفارسي وإلى آخره. وكان عنده شيء حر اسمه يسموه خط فانتزي، كانت هيك الكلمة الرائجة. نحن عملنا خط فانتزي ولكن بشكل منضبط ومرسوم أفضل. يعني طورت في هذا الشيء وعلى أمل أنه يكونوا عم بيقدروا هذا الشيء هناك في المملكة العربية السعودية. وين ما كان بيقدروا مفروض إيه الفن. لا طيب. هون نحن كان لنا دور إذا بالنسبة بالمملكة. الحقيقة المملكة أنا بعتبر أنه المحترف كانت في دور مهم إذا جاز الدعاء. يعني المملكة كانت وما زالت سوق الإعلان الكبرى، يعني شركات الإعلان مداخيلها الرئيسية من عملها داخل المملكة. حتى أكثر من الخليج الأخرى أو أي مكان، جزء كبير من النشاط الإعلاني اللي بيصير في لبنان حتى بيصير للمملكة. أنا أدعي أنه المحترف السعودي بسبب التفاته إلى استخدام الخط العربي في العمل التجاري، في الفنون، في مطبوعات الشركات وإعلانات أو إلى آخره، جر شركات الإعلان الكبرى إلى التفاتة هذا الحرف. وأنا بعتبر أنه المحترف لعب دور مهم في هذا، لأن أنا من وجهة نظري إذا نحن نحب الخط العربي ونحب تراث الخط العربي، فكتير أهم وأقيم وأنفذ لهذا الحرف أنه يصبح يعود هو ليكون هو المستخدم في لوحات الإعلانية وفي إعلانات الصحف والإعلانات التلفزيونية وغيرها، من أنه يكون خط مستخدم بشكل فني ما بلوحة معلقة بجاليري. إعادة إحياء دور هذا الفن الخط في ميدان الأعمال والتجارة هو له صدى وأثر كتير أبعد في إعادة المكان للخط العربي. طيب من هون كميل حواء، وإلك 30 سنة تعمل في السعودية في جدة، ومن خلال هذا المحترف اللي هو بيشتغل صحيح أنه في عمل تجاري ما، ولكن يعمل على تثقيف وعي معين، تعميق وعي معين من خلال الحرف واللوحة وحتى المجلات اللي تصدر عن المحترف اللي هي قوافل، ترحال، قافلة ترحال، وبعد في واحدة قلت لي ولا لا ثلاثة هنا جلالة اتصالات السعودية. وغيرها طبعا خطوة في كتير. طيب خبرنا هيك عن المجتمع السعودي من ناحية الثقافة، إلى أي مدى هو مجتمع مثقف أو يتفاعل مع الحركات الثقافية المستجدة عليه؟ إلى أي مدى؟ أنه صار عندك خبرة 30 سنة طبيعة الحال. ولا أنا أظن أنه يتفاعل بشكل لا بأس به. يعني ممكن أولا طبعا كنا نشوف شيء بما كنا نلقاه من ترحيب لشغل يعني وتشجيع. من أهم للمحترف كان في دور، لا للمحترف كان دور مؤثر جدا في مجال بالنسبة للمحترف غير مهم تجاريا كان، وهو إعلانات المناسبات. كانت إعلانات المناسبات تنزل بشكل روتيني ممل، التهاني للعائلة المالكة والبلد وإلى آخره بالأعياد نحن حولنا هذه الإعلانات إلى مكان لممارسة عمل فني وفكرة حقيقية. فأخذنا فكل إعلان كان يتحول إلى عمل فني ويحمل فكرة ما. كنا نقوم بهذا ولا غير متأكدين من أثره، إلى أنه اتضح أنه كان في آلاف الناس يتابعوا هذه الإعلانات ويلاحظوها ويتأثروا بها. وأنا بعتبر أنه المحترف كان له دور كبير في هذا، في التأثير بالذائقة العامة، لأنه هذه الإعلانات التقليدية أخذها وأعاد تدويرها وحولها إلى أعمال فنية حقيقية، وأصبحت كثير من شركات الإعلان وشركات التصميم تتبع المحترف في هذه المحاولة. طب يعني هل بدأت الذائقة العامة تتحول إلى عمل؟ يعني مش أنه أنا بس أستذوق الغريب ماذا يفعل، هل أنا كمواطني اشتغلت؟ أنا أبدعت؟ طبعا. أبدعوا؟
أكيد استغنوا عن الغرباء؟ طبعا أصلا ضمن المحترف الآن في مصممات ومصممين شباب سعوديين ومصورين فوتوغرافيين، والمحترف كمان كان له دور كبير بتشجيع التصوير الفوتوغرافي بالمملكة. نعم. طيب كميل حواء، سنتكلم قليلا عن الخط العربي اللي عندك أنت نظرية فيه وفي وعلاقته بالفن المعاصر. دخل الخط العربي بالفن المعاصر باللوحات، وأنت كتبت مقال طويل عن هذا الموضوع، فسرته وشرحته وألقيته ب وين وقتها ألقيته بمحاضرة في معرض الكتاب العربي ببيروت. نعم، كان حول هذا الموضوع. إيه، ومحاضرات أخرى أيضا. نعم، شو وجهة نظرك بهذا الموضوع؟ يعني أنت لا توافق أو توافق على وجود الخط العربي في فننا المعاصر؟ يعني أنا بشكل عام أرى إنه هناك انتشار واسع جدا لهذه الممارسة، إدخال الخط العربي بأغلب الأحيان الخط العربي الكلاسيكي يعني ضمن اللوحة الزيتية المعاصرة. أنا غير موافق على هذا التوجه. ليه؟ أنا لا أعتبر أنه هذا فعلا ممارسة فنية. هلأ في كثير من الأحيان هي ممارسة جميلة وفي أحيان لا، ولكن أنا لا أراها ممارسة فنية. لما بدأ أصلا محاضرتي بدأت بقصة قصيرة. شو هي؟ خبرنا. أنه ذهبت أنا وزميل لي إلى السفارة الكويتية في بيروت لحتى ندعو السفير للاشتراك في معرض الكتاب العربي أو شيء من هذا القبيل. فالسفير كان راجع من معرض لأحد الفنانين المعروفين بإدخال الخط العربي إلى اللوحة الفنية. فبادرنا السفير بكلمة، قال إنه هو محتار أمام هذا الشيء اللي شافه، ومن أسباب حيرته إنه بشكل عام في التراث العربي الإسلامي للآيات القرآنية كان الزخرف يحيط بالخط الجميل البديع. عند هذا الفنان الخط يحيط بالزخرف. هو شعر انه في شيء غير صادق بهال، غير حقيقي بهال. بكل أماني هذه الكلمه كانت هي طرف الخيط يلي جعلتني ابدا لانه اراقب هذه الممارسه. وأقيمها وأتزوقها وأرفضها وأقبلها إلى آخره، إلا أن وصلت لقناعة نهائية. الذين كانوا ولا زالوا متحمسين لإدخال الخط العربي في اللوحة الزيتية كانوا يتصرفون أحيانا كأنه إدخال هذا الخط إلى اللوحة الزيتية كأنه إثبات أنه الخط العربي جدير بأن يكون في هذا العصر، أنه هو معاصر. وأحياناً كانوا يتحمسون لإدخال هذا الخط العربي إلى اللوحة الزيتية وكأنه ليجعلوا هذه هذه اللوحة التي لن تنتمي إلى التراث الفني العربي وجيتها من أوروبا تصبح عربية حين يدخلها الخط. أنا ببساطة رأيي أنه إدخال الحرف العربي الخط العربي إلى اللوحة الزيتية لا يجعل هذه اللوحة عربية، كما أنه لا يجعل الخط العربي معاصرا. يعني على الميلتين مش ناشئة الفكرة. شروط ولادة خط عربي معاصر تختلف عن هذا، وشروط ولادة لوحة زيتية عربية تختلف عن هذا. كيف يعني شو هي شروط اللوحة العربية؟ الفكرة؟ الحضارة؟ أنا رأيي طبعا، يعني طبعا أنا رأيي المعروف أنه أولا فن الرسم فن شديد الارتباط بالتطور الحضاري. ولكن في النهاية أنا بعتبر أن نحن أولاد عصرنا ومتأثرين بالفن التشكيلي العالمي الغربي وغير الغربي، وإلا حق نرسم لوحات يعني غير العربي غير لا يجوز أن يحرم من هذا الفن لأنه ما عنده تراث بالضبط فيه. وعنده تراث بالأيقونات وبعض الأشياء. المقياس الأساسي هو صدق الحس. أنا من وجهة نظري صدق الحس، الرسم بحس صادق
وانفعال حقيقي وحماس وحب هو اللي يجعل اللوحة لوحة الفنان العربي عربي. كيف نكتشف سمات العربية؟ موضوع آخر. طيب بس هو يعني هذا شيء ضروري؟ قصدي بمعنى ليش ما بتكون اللوحة كونية؟ يعني مش جميلة أنه ما تنتمي إلى مكان لا هي أو زمان؟ لا شو رأيك؟ لا 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 هي لا ونعم يعني هي أي عمل يتسم بهذا الصدق وهذا العطاء الحقيقي هو ينتمي إلى تراثه وينتمي إلى عصره وبالتالي ينتمي إلى العالم. لما يصبح العمل على مستوى عالي من الخلق فهو بالتالي ينتمي إلى تراثه وينتمي إلى عصره وبالتالي إذا انتمى إلى العصر انتمى إلى العالم. وأنا طبعا أقبل هذا التفكير بالقول أنه الفن الصادق يجب أن ينتمي إلى الاثنين معا. إذا انتمى إلى تراثه دون العصر فهو زائل، وإذا انتمى إلى العصر دون التراث فهو زائل. جميل جميل هذه النظرة جميلة. لازم أن ينتمي إلى الاثنين معا لأنه أنا ابن اليوم وأنا ابن أمتي. أنا عم تقولي جذور فلسطيني ولبناني وعربي ولكن فبالتالي ابن هذا التراث. فأنا يظهر إذا رسمت بصدق هذا التراث يجب أن يظهر. وأنا أيضا ابن عصري فإذا أنا حسي صادق لابد أن أتأثر بالعصر. فلذلك لازم أن يكون الاثنين في عملي. فأما أن يكون الاثنين أو لا يكون شيء. طب من هنا كميل حوا ندخل إلى فكرة الإبداع. الإبداع تحتاج إلى صدق وتحتاج إلى الحس الفني. وشو بعد؟ خبرنا عن كيف يكون الإنسان مبدع، لأنه في كتير مبدعين بيقدموا نفسهم كمبدعين، فهل هناك شروط؟ أنا شوي يعني إنسان يعني يكاد يتحول إلى كاره إلى هذه الكلمة لكثرة ما استخدمت بشكل مبتذل الحقيقة. ولكن أنا هذا اللي ذكرته هو تمهيد أنا بشوف أنه يعني ممارسة الفن تقول يعني ممارسة الفن أنه الفن هو لحظة يلتقط فيها. الفن هو تعبير عن تراكم من الانفعالات النفسية تظهر في لحظة يلتقط فيها الفنان خيط هذه الانفعالات ويبدأ بأن يكتب قصيدة أو يؤلف لحن أو يرسم لوحة أو ما شابه أو أي شيء أو أي شيء ممكن أن نعتبره فنا في الحياة الإنسانية بما في ذلك ركلة كرة قدم. ما بقولوا إنه اللاعب الفلاني فنان. فنان فعلا فنان. الفن يدخل في تفاصيل لا نتصورها لا نتخيلها. طبعا فنان فنان يعني هو فنان. طبخ في فن. طبخ في فن بالطبع. فبالتالي أنا بشوف الإبداع هو هيك شكل، هو انتقال طاقة نفسية تكونت عبر تراكم الحس الإنساني، طبعا الحس والتفكير والانفعال والثقافي وإلى آخره، ولكن بتيجي لحظة بيمسك الفنان طرف خيط وبكره فينتج هذا الشيء الجميل، أكان قصيدة شعر أم لحن موسيقي أم لوحة أو رسمة أو أي شيء. طيب كميل حوا يرى في أيامنا هذه فن؟ طبعا 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 بالتأثير وبالذكر طبعا في أكيد بالرسم وبالشعر وبكل طبعاً المجالات طبعاً طبعاً. ولكن أنا يعني شوي أخذ على العصر الحديث بعض التأثير السلبي بهذا المجال. طبعا أخذ على هذه الأمة يعني حالتها البائسة التي تنفي أثار أي عمل فني وتنفي امتداداته وأصداءه وتأثيره بالناس بسبب ما يظهر على الناس من أشياء داعي لليأس وللقنوط والبغض والهروب والآخر. ولكن قبل ذلك أنا رأيي أنه الفن الحصر الحديث من الأشياء السلبية من وجهة نظري
هو أنه أشاع درجة عالية جدا من الظن أنه الفن هو عمل فردي، حيث الفرد في غرفة مثل هذه الغرفة المغلقة يستطيع أن يخلق فنا من ذاته فقط. وأنا أنا لا أؤمن بهذا بتاتا. ولأنه شيء هذا التفكير جعل كثير من الناس يمارسون الفن وليس عندهم فن، وجعل كثير من الناس اللي عندهم فن أن يمارسوه بشكل خاطئ. بينما أنا بعتبر أنه الفن هو للناس. الفن هو ليس فردا، وإن كان الفن لا يمكن إلا أن يكون فردا، وهذا هي الازدواجية، هذه المفارقة في طبيعة الخلق الإنساني. فالفن بالتأكيد هو ابن عصر وابن بيئة اجتماعية لا مجال للشك في ذلك بتاتا. ففان جوخ ممكن كان يخلق قبل 100 سنة مما خلق في أوروبا، وممكن لو خلق ما كان عمل رسم. واليوم يمكن من 50 سنة رغم أنه الناس تسمع الموسيقى الكلاسيكية كل يوم، لم يعني ينتج هذا الفن أي عمل كلاسيكي ذات قيمة من 50 سنة اليوم. وكذلك حتى موسيقى مثل الجاز تكاد تكون أيام الذهبية قد ولت، لأن ولدت في رحم بيئة ومناخ اجتماعي بفترة اجتماعية معينة. يعني فينا نقول إنه فترتنا الاجتماعية اللي عايشينها هي فترة فيها نوع من الانحطاط، فيها نوع من على الأقل لأنه ما عم تنتج شيء عم ينسينا القديم. لا، إنه نحن في فرحة إنه الفن ينتمي إلى مرحلة ومجتمع. وليس فردا. فرد بمعزل عن فترة اجتماعية ومناخ وبيئة اجتماعية وطبيعية، حتى يعني إنه يعني لحتى يطلع سيزان بدك بروفانس بفرنسا وبدك يعني. طيب كميل حوا، لما بلشت رسمت خلال الحرب بال75، بين من خلال لوحاتك كمان يرسم، يعني بين انك انت حدا قلق يخاف ان يخسر الاشياء والاشخاص الذين يحيطونه، عشان هيك كان محور رسمه هن. مثل قبل شوي قلت يعني خلال الحديث انه قلت لك ماذا ترسم، قلت لي كل شيء حوالي، فانت كانك لا تريد ان تغادر المكان والزمان والأشخاص الذين يحيطونك، فأنت رسمتهم كأن اللوحة يعني تخلد ساكنيها. فهل اللوحة تخلد ساكنيها بنظرك؟ ماذا قصدت بهذا الشيء؟ ملاحظة جميلة، وأنا فعلا أحب أن أحافظ على الأشياء اللي حولي بدون شك، والناس يعني بما في ذلك الناس طبعا. وربما هذا يعكس شيء أعمق في نفسي، لا أدري يعني. تخاف الفقدان ربما. ربما، بس شو كان السؤال؟ السؤال أنه يعني هل اللوحة تخلد ساكنيها؟ يعني أنت رسمت الرسامة، رسمت الجارة، رسمت النساء المنتظرات، فهل لو رسمتهم هن لن يموتوا في نظرك؟ يعني هيك جمدتهم، أطرتهم في إطار فلن يهربوا؟ هن طبعاً لن يموتوا كقضية، كرسالة يعني، كلحظة يعني. في ناس كتبوا أنه أنا أسرق اللحظات، يعني في لحظات معينة أسرقها في الرسم تبعي. في إنسان في معرض الأول، زار معرض الأول وقال ملاحظة جميلة جدا. بعد ما يعني يشبه سؤالك، بعد ما جال بالمعرض قال لي كميل حقيقة أنه شغل جميل وإلى آخره، ولكن ذكرتني بكتاب 500 صفحة لمؤلف فرنسي بعتقد كتبوا، عنوانه جولة حول غرفتي. فأنه هالمعرض تبعك بحس أنه هذه جولة حول غرفتي. حول تفاصيل حياتي يعني. يعني قديش عندك تماس مع
مع كل شيء بحيطك عبالك تتكمش فيه، وهذا شيء يعني موجود بالبشر. طيب في علم النفس كميل حواء، الصورة هي لغة اللاوعي، يعني من هيك مثلا أعطيك مثال أنه الولد الصغير من خلال رسمته بحلله لاوعيه مكبوتاته، يعني إذا تاخذ ولد صغير عند بسيكياتر بقول له رسوم، فمن خلال هذه اللوحة بيقول أنه عنده هيك بيحلل. وفي علم النفس الصورة هي لغة اللاوعي الذي يتجسد وعيا عبر الحرف، فمن هيك الرجل الكهف كان يرسم على الجدران يكتب بالرسم، فلما وعي هذا الرجل صرنا نحن هلأ تطور رجل الكهف صرنا نكتب بالحرف. الحضارات تطورت من الرسم إلى اللغة أي الحرف. أنت كميل حواء رسمت الحرف، فكأنك أردت بذلك عكس القاعدة، فانتصرت الصورة عندك على الحرف. هل ذاب الحرف الرقم، الحرف الرقم البال في جبلة الرسمة أم فرض حدوده ومعناه؟ يعني لما دخلت هذه الرسمة مثل لما عملت بيروت، فينا نحكي شوي عن بيروت، كيف غيرت الحرف، كيف عملتها، وين نحطت بالضبط هذه المنحوتة، وهل ذابت هذه الحرف يعني كلمة بيروت اللي أنت طورتها هل تجسد لوحة؟ يعني اللي بيشوفها بيشوف بيروت ولا لا؟ أنا رأيي بتشوف بيروت. بشوف بيروت، أنا بشوف بيروت فيها لهذه الكلمة. ما بشوف غير بيروت، ما بعرف ليه، مع أنه إذا هي تشبه زوايا الأبنية ولكن أنا بشوف فيها بيروت فقط يعني. طبعاً هذه تنتمي لشيء اسمه الآن فن الكلمة، وهي محاولة تحويل الكلمات إلى أشكال توحي معناها. لا أريد أن أدخل في تقييم القيمة الفنية أو وزن القيمة الفنية لهذا العمل، ولكن أنا بالنهاية أعتبره حين يكون عمل معمول بحس وصدق فهو فن. طبعا. وأين وضعت هذه يعني المنحوتة؟ كلمة بيروت لنقول للمستمعين هي حد شايفتها أنا، كميل لعب على رسمة الأحرف وتحولت بيروت إلى يعني كلمة بطريقة معينة كأنها لوحة. صحيح. ونرى فيها الأبنية ما بعرف والشبابيك ربما وهيك. كل حدا بيشوفها شيء، فوين عملتها هي؟ لا هلأ هي كانت بافتتاح أسبوع بيروت الفني، بيروت آرت ويك. وافتتح الوزير الثقافة الأسبوع منها حد فندق لغري، والأغلب أنه تعود لهناك لتصبح نصبا ثابتا يعني تحية للمدينة التي أحب حبا شديدا. جميل. منشوف كمان آخر سؤال تقريبا كميل، أنه بأبرز لوحاتك تعالج فكرة الورد، ترسم الورد في فازات وترسم المرأة في المخاضة، في منتظرة، في جميع حالاتها، في ثوبها، في ثوب الحداد، في السيارة. لما يسيطر على رسماتك ذين الموضوعين؟ وكمان بين هلالين هيك حشرية مني، ليه الورد بفازات؟ يعني حين يقطف الورد مش ببطل في حياة ولا لا بنظرك غير؟ نظري لا، الزهور في الفاز هي بالضبط مثل مجموعة من الناس في بس على المسرح، يعني يعبروا عن كل زهرة تعبر عن شيء مختلف ضمن الفرقة المسرحية. إنه الورد في الطبيعة طبعا جميل جدا، ولكن أنا كونه في فاز دايما ربما أيضا يتحول لشيء مدني أكثر، يعني هو يعني شعور بانتصار المدينة على الريف، يمكن انتقال الريف إلى المزارية. صح أنا بحب وأستطيع أن أرسم بلو حدود، يعني الفاز الواحد فيني أرسمه بكذا شكل، بكثرة ودائما بنفس الانفعال، درجة من الانفعال. شو حلو. ببيتك أنت طفل كان في فاز بقلب وارد دايما؟ دائما. وأحيانا كنت جيب لمرتي زهور فتعتبرني لطيف وزوج محب وإلى آخره. أنا بالآخر يعني عندي غرض آخر إنه أرسم اللوحات بعد شوي. والمرأة في اللوحة، ليش المرأة؟ المرأة تشبه الزهرة شوي. هل ترسم المرأة التي موجودة فيك، ترسم المرأة
السراب. ما بعرف من هي هذه المرأة. يعني ما في شك إنه جلسة المرأة فيها تعبير أكثر من جلسة الرجل يعني أو بالعقل بنظري يعني. بنظرك. بشوف يعني بلاقي جلسة المرأة في درجة عالية من التعبيرية. الشكل هيكل الأشياء يجذبني الهيكل الذي يعني لذلك أنا كتير رسمي كله يقوم على الخط الخارجي وربما هذه سمة شرقية يعني الخطوط التكوين مبني على الأوتلاين يعني الخط الخارجي تقريبا بشعر أنه لما أرسم شيء خطه الخارجي تقريبا اكتمل أكان لونته وعملته راحه ولا لا من هيك بتعمل الملامح بطريقة كتير بسيطة مجرد ما تبين أنه هيدا الشخص فما بتكفيها وأنا بعتقد هذه الصعوبة شديدة إنك من أهم أنا رأيي سمات رسمي هو اتصال الأشياء يعني إذا أنا بدي أرسمك هلأ وأنت أخذت على برصاص وقعدت أرسم فبلش أرسم يمكن من أعلى الميكروفون بروح على الإيد وبكمل بعمل الرسمة برجع على الطاولة والكباية والكذا والورقة وكذا برجع لبعدين القميص نعم من برا لجوا يعني لا دائما الأشياء عندي متصلة ببعضها نعم وربما هذا شيء أيضا شرقي لأنه في شيء من الصوفية يعني في شيء من وحدة الوجود يعني طيب لو سؤال أخير لو حاتك غالية يعني هل الشعب المسكين بيقدر يشتريها؟ أدي أقل لوحة لا الحقيقة ما لوحاتي هلأ بقى الأسعار يعني لأنه ما عم بيع لوحات يعني بس مثلا إذا لما بتعرض تعرضها لا أنا بعمل شي هلأ أنا رأيي بحل هالإشكال هو أنا بعمل شغل ليثوغرافي يعني كتير من اللوحات عم بعمل طباعة يدوية وبالتالي عم بعمل نسخ محدودة قادر المكان يشتريها طبعا موقعة طبعا والنسخ المش محدود الرسم منها للوحة هلأ ما إلى سعر لأنه السعر بيحدد سوق الفن والجاليري اللي بتعرض فيها والجاليري. وأنا الحقيقة ما حب يعني ليست الجاليري محل حبيته الحقيقة ممارسة بيع الرسم بالجاليري بالنسبة لي ما كان تجربة جذابة أو مريحة يعني كانت تجربة محرجة يعني جذبتني هذه الفكرة في كتابك سبب آخر كميل أول شيء لازم أقول للمستمعين أنه كميل حواء الرسام يكتب طبعا أنا ما بتفاجأ أنه رسام بيكتب لأنه الرسام اللي بيرسم بيكتب فعنده كتاب اسمه سبب آخر أخذ جائزة صح مثل ما عرفت جائزة وهو يتميز بنصوصه اللي كتير تلمس الواقع وتعني الناس اللي عم تعيش وين ما كانوا تلمسهم فكمان في نص عن لوحة بالجاليري وعن ليش اللوحة صارت يعني كأنه اللي بيشتري لوحة هو حدا غني هو حدا مرفه بالرغم انه هو الفن للناس المفروض يكون للشعب يعني السادة العادي مش ما بيقدر يشتري لوحة بخاف يدخل على الجاليري بخاف ينقص فبمر هيك يدخل على الجاليري صار حلم انه الواحد يقتني لوحة ما بعرف ليش مين سبب هيدا الشيء يمكن الرسامين يمكن الجاليريات يعني على امل ان تصير اللوحة للجميع انا كما كتاب الشعر المرة الوحيدة اللي كنت مرتاح لمعرض شخصي كان في مقهى تعلقت اللوحات بالسيتي كافيه صح؟ ايه نعم بغيابي وكانت الناس تقعد تختار لوحات تشتريها وطبعا كانت اسعار زهيده يعني هلا يمكن ندمت انه بعض اللوحات راحت بهالاسعار بس انه بالنهايه الحقيقه كنت مرتاح لانه لا حدا دعي ولا حدا اجى بشاني يعني ايه ولا اجى حدا ولا حدا ولا بعرف احد من اللي اشتراها شخصيا حتى لو بعرفه شخصية بعرفه بسيطة جدا نعم. ناس قعدت شافت حبت واشترت هيك لازم يصير لأنه عادة يصير المشترى لأنه صديقي ويصير بالحرج وما عجبتنا اللوحة يعني بكون لا هكل حال عندك شيء هلأ بدك تعمل المعرض أو لا لنخبر المستمعين في عندك شيء ممكن يعني تعمله يعني مهتم أنه يعني شوي أرجع على بيروت وممكن أعمل معرض ل أوجه مختلفة من تجربتي يمكن لفن الكلمة يمكن للليثوغرافي نعم نتمنى أن نرى معرض
قريبا كميل حواء لك لنتعرف عليك أكثر ومستمعينا يتعرفوا عليك. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشامل. شكرا لك. حاولنا نحتوي كل هالمواضيع اللي عشتها بس أكيد ما منقدر لأنه حياتك كثيفة وطويلة. فأهلا فيك وبشكرك كتير. بشكرك صديقي حسن صبراء على هندسة الصوت. بشكركم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. كنتوا معنا في برنامج صوت الشعب من صوت الشعب. كونوا بألف خير. صوت الشعب من صوت الشعب. انتو ضيوفه مع لوركا سبيتي.